مرحبا جميعا، يسعدني في هذه الجلسة الأولى لمساق علوم البيانات أيام ويكيم بيانات العربية في نسختها الأولى أن نقدم نبذة حول قواعد البيانات وويكي بيانات. لنبدأ إذن بتعريف لقواعد البيانات. فحقيقة قواعد البيانات هي مجموعة منظمة من البيانات تخزن بشكل يسهل الوصول إليها وإدارتها وتحديثها. تستخدم قواعد البيانات لتخزين المعلومات بطريقة تجعل من السهل استرجاع عند الحاجة. هذه المعلومات يمكن أن تشمل البيانات النصية، الأرقام، الصور، وحتى الملفات بأكملها. تستخدم قواعد البيانات في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الأعمال التجارية، التعليم، البحث العلمي، التطبيقات الحكومية، حيث تكون حاجة إلى تخزين وتنظيم كميات كبيرة من البيانات بشكل فعال ومثقف. الآن وقد تعرفنا على مفهوم لقواعد البيانات، يمكننا أن ندرس بشكل فعال التطور التاريخي لأنظمة قواعد البيانات. في الحقيقة في الخمسينات برزت الحاجة إلى إنشاء قواعد للبيانات في إطار الحوسبة، لذلك تم استنباط نظام الملفات المسطحة، وهو نظام يسمى أيضا Flat Database بالإنجليزية، وهو بسيط جدا، يتمثل في وجود ملف فيه قاعدة البيانات وفي داخله يوجد ملف لكل نوع من أنواع البيانات، يعني ملف للفواتير، ملف للحسابات، ملف للضرائب، ملف للحرفاء، ملف للممولين، ملف للمتعاملين مع الشركات إلى آخره. وحقيقة هذا النظام كان صعب نسبيا، لأن من أجل تعديل مثلا معلومة حول فاتورة معينة مثلا، أو عند اشتراء شيء من متجر، يجب تعديل ملف الفواتير بإضافة مستند الفاتورة، ويجب أيضا تعديل الحسابات وتعديل ملف الضرائب إلى آخره، وهذا يشكل عبئا كبيرا. وهذا لا يتم القيام به إلا بصفة يدوية، لأنه لا يوجد ترابط بين هذه المستندات في نظام بيانات الفلات داتابيس. لذلك شابت أنظمة الملفات المسطحة العديد من العيوب، مثل التكرار وعدم التناسق وصعوبة الوصول إلى بيانات معينة أو تعديلها. من هنا ظهرت الحاجة إلى قواعد بيانات جديدة ونظام بيانات جديد ظهر في الستينات، وهو قواعد البيانات الهرمية والشبكية. الأمر بسيط، عوض أن يوجد ملف وحيد يحتوي ملفات فقط، هذا النظام يمكن من إنشاء شجرة من الملفات. يعني مثلا عند الفواتير تكون الملف الرئيسي قاعدة البيانات، ملف الفواتير، ثم ملف الفواتير لكل حريف مثلا، ثم قاعدة الحرفاء، الحرفاء، ثم أسماء الحرفاء ومعرفاتهم إلى آخره. ثم هناك الشراءات للمتجر،
ممول أو المتجر الذي اشترى منه هذا المتجر ما يبيعه للحرفاء، ولكل متجر يتعامل معه ملف إلى آخره. هذه شجرة من البيانات حقيقة، من الملفات إن صح التعبير، جعلت الولوج إلى المستندات أكثر سهولة، نظرا لأن هذه الشجرة من الملفات تتبع نموذجا منطقيا صح التعبير. لكنها كالفلات داتابيس تشوبها علة عدم إمكانية التعديل الآلي للمعطيات أو الربط بين معطيات في مستند معين ومعطيات في مستند معين، مما يجعلها أقل مرونة في التعامل مع احتياجات البيانات المعقدة والمتغيرة. لذلك ومنذ سبعينات القرن الماضي، في الحقيقة كانت هناك حاجة لإنشاء نظام بيانات جديد، نظام قواعد بيانات جديد، وهذا النظام يجب عليه أن يمكن من تعديل معطيات في ملف معين في مستند معين عندما يعدل معطى في مستند آخر ذي علاقة. هذه الفكرة مكنت من إنشاء نظام جديد اسمه نظام قواعد البيانات العلائقية، الذي أنشأه الدكتور إدغار كود. وحقيقة هذا أحدث ثورة في طريقة تخزين البيانات واسترجاعها. الأمر بسيط وينبني على ثلاثة مبادئ أساسية. أولهم الجداول التي تخزن البيانات فيها، ما يجعلها أسهل في الإدارة والفهم. التطبيع، يعني أن قواعد البيانات يتم التثبت منها بشكل آلي بواسطة خوارزميات أو مجموعة من الشروط تمكن من تجنب التكرار والتكامل بين المعطيات وربطها ببعضها بعض طبعا. وهناك لغة للاستعلامات البنيوية اسمها SQL أو SQL، وهي لغة قياسية لاستعلام ومعالجة البيانات في القواعد العلائقية، وتمكن من تعديل أو إنشاء أو فسخ معطى إذا تم تعديله في جدول معين، إذا تم تعديل جدول معين آخر. هذا النظام مكن من عديد المزايا. أولها المرونة، فعلى عكس النماذج السابقة سمحت قواعد البيانات العلائقية بهيكل بيانات مرنة يمكنها التكيف بسهولة مع الاحتياجات المتغيرة. تكامل البيانات، فرض النموذج العلائقي تكامل البيانات من خلال القيود، مما يضمن بقاء البيانات دقيقة ومتسقة. والقابلية للتوسع، مع نمو الأعمال يمكن قواعد البيانات العلائقية التوسع لإدارة كميات أكبر من البيانات. رغم النجاح الباهر لقواعد البيانات العلائقية أو Relational Databases، نشأت أنظمة أخرى كان السبب في تطويرها ظهور حاجات أخرى
ملحة ومهمة وتطبيقات أخرى تتطلب أنظمة أكثر تطورا من قواعد البيانات العلائقية. أولها قواعد البيانات الكائنية، هذا النظام ظهر في الثمانينات تقريبا مع ظهور ما يسمى بالبرمجة الكائنية The Object Oriented Programming. الأمر بسيط، الأمر ينبني على دمج قدرات قواعد البيانات مع مفاهيم البرمجة الكائنية، مما يسمح بتمثيلات بيانات أكثر تعقيدا. هذه القواعد تستخدم بشكل خاص في الهندسة والوسائط المتعددة، حيث لا يمكن تمثيل البيانات بشكل جدولي. المبدأ العام لهذه القواعد هو بصفة عامة أن يتم تمثيل معطيات شيء معين في مستند، وكل مستند يمثل أوبجكت أو شيء. القواعد البيانات الكائنية حقيقة تستعمل جدول لهذا الأمر، ثم بواسطة نموذج بيانات أو خارطة من العلاقات بين الجداول يمكنها أن يمكن لهذه القواعد أن تستخدم خوارزميات البرمجة الكائنية لتعديل أو إثراء هذه القواعد بالذات. في الألفينات ظهرت نوعية جديدة من قواعد البيانات غير العلائقية، وهي قواعد البيانات سيكوال. لا يمكن القول أنها قواعد بيانات غير علائقية، لكن يمكن القول أنها قواعد بيانات شبه علائقية. في الحقيقة الحاجة إلى مثل هذه القواعد تكمن في ظهور بيانات كبيرة Big Data مع ظهور الـ IoT إنترنت الأشياء أو السوشيال نتوركس الشبكات الاجتماعية. هناك كميات كثيرة من المعطيات التي يجب تحليلها. في الحقيقة نحن في حاجة إلى قواعد بيانات قابلة للتوسع الأفقي وقادرة لإضافة مثلا معطيات جديدة دون الحاجة للمرور عبر نموذج للبيانات وإضافة هذه النوعية من البيانات في النموذج الرئيسي. يعني إن وجدت معطى نضيفها مباشرة إلى المستند الخاص بالشيء الذي نقوم بنموذجته. هذه القواعد حقيقة تم تصميمها للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة الموجودة خصوصا في البيج داتا. في الحقيقة هناك عديد من الأشكال من قواعد البيانات، مثل مخازن المستندات من QDB، مخازن القيم الرئيسية مثل Redis، مخازن العديد العريضة مثل كاساندرا، قواعد بيانات الرسومية أو الجراف databases مثل Neo4j. والحقيقة كل واحدة منها لديها مزاياها وعيوبها. أهم ميزة لقواعد البيانات NoSQL بصفة عامة هي مرونتها وقابليتها للتوسع والأداء بشكل متميز، خاصة للتطبيقات التي تتطلب معالجة البيانات في الوقت الحقيقي، يعني in real time. من التطورات التي تمت في أنظمة قواعد البيانات منذ إنشاء قواعد البيانات العلائقية، ظهر مفهوم جديد وهو مفهوم الويب الدلالي Semantic Web، وهو مفهوم متقدم من شبكة الويب،
يهدف إلى تحويل البيانات المتاحة على الإنترنت إلى شكل يمكن الآلات فهمه ومعالجته بشكل أكثر فعالية وشفافية. في الحقيقة يقوم الربط الويب الدلالي بربط البيانات بطريقة تجعل من الممكن للحواسيب والأدوات البرمجية فهم المحتوى المعاني والروابط بين المعلومات بطريقة تشبه الفهم البشري. يعتمد الويب الدلالي على التقنيات مثل اللغات القابلة للتوسع لوصف البيانات الـ RDF نماذج بيانات Data Models التي تساعد على تنظيم المعلومات بشكل منطقي وأدوات استدلال Resource تتمكن من استنتاج معلومات جديدة بناء على المعطيات الموجودة. من خلال الويب الدلالي يمكن للبرامج المختلفة على الإنترنت التفاعل مع بعضها البعض والمستخدمين بطرق أكثر ذكاء مما يسهل عملية البحث عن المعلومات وإدارة البيانات والتكامل بين الأنظمة المختلفة. المبدأ هو بسيط جدا، يرتكز الأمر على إسناد عنصر لكل مفهوم، يعني هذا يشبه إلى حد كبير ما قلنا عليه من قبل، وهو قواعد البيانات الكائنية التي ظهرت في الثمانينات. ووصف العناصر باستعمال البيانات في صيغة ثلاثي عنصر خاصية ومفعول به. هذا يمكن مثل ما ترون في الصورة التي فسرت هذه الفكرة، وهي فكرة تم اقتراحها من تيم بيرنرز-لي مؤسس الورد وايد ويب في سنة 1989. الفكرة البيانات في صيغة ثلاثي والربط بين المعطيات بين أشياء أو بين المستندات أو بين عناصر بعضها ببعض تشبه إلى حد كبير قواعد البيانات NoSQL وخصوصا قواعد البيانات الرسومية Graph Databases. فهي في الحقيقة دمج بين نظامي بيانات بعد علائقيين ولإنشاء قواعد بيانات جديدة دلالية قابلة للقراءة والتعديل من قبل الأشخاص الطبيعيين والآلة على حد سواء. فهي حقيقة نتيجة للتطور المنطقي لأنظمة قواعد البيانات. الآن نمر إلى البنية البرمجية. كيف يمكن لنظام مثل هذا أن يتم إنشاؤه في عين الواقع؟ في الحقيقة هناك عديد من الطبقات التي يجب علينا القيام بها وإنشائها لإنشاء قواعد بيانات من هذا النوع وقواعد بيانات دلالية. في الحقيقة هناك واجهات المستخدم والتطبيقات، وهي الطبقة التي يتفاعل منها المستخدمون وتمكنهم من تعديل قاعدة البيانات. هنالك التراست الثقة، وهي آليات لازمة لضمان المصداقية والأمان في الأنظمة، يعني عدم تخريب قاعدة البيانات، عدم سرقة البيانات منها بشكل أو بآخر، الحفاظ على الشكل العام لقاعدة البيانات وعدم العبث به إلى آخره. ونحتاج إلى الإثبات، وهو مجموعة من القواعد تمكننا من استنتاج معطيات أخرى باستعمال ما نملكه كمعطيات بصفة عامة، وتمكننا من التثبت من صحة بعض البيانات والمعاملات، ما يسمى بالبروف. ثم هناك المنطق الموحد، وهو آليات توحد المنطق وتدير التوافق عبر بين مختلف القواعد والبيانات، وهذا بالفعل يتم تعريفه أو يتم كتابته صياغته في قواعد البيانات عبر ما يسمى بالـ RIF، وهو إطار عمل يتيح تبادل المعطيات المنطقية بين الأنظمة المختلفة، ويمكن فيما بعد من التثبت من صحة
وفعالية قاعدة البيانات. هنالك أيضا ما يسمى بالأنتولوجيا، وهو ما يمكن من تعريف الخاصية، أي أنواع العلاقات بين العناصر في قاعدة بيانات معينة، وتكون لها نفس تقريبا الصيغة التي توجد في قاعدة بيانات الدلالية بصفة عامة في الويب الدلالي، وهي علاقة ثلاثي. تكون الحقيقة فورمات الأنتولوجي بصفة عامة تكون على شكل مستند OWL. ثم هناك RDF، وهو نظام تنسيق للمعلومات وطريقة لكتابة المعطيات بين الأنظمة. الـ RDF يتم بصفة عامة كتابته باستعمال لغة الترميز. لغة الترميز يعني البيانات بحيث يتم قراءتها وفهمها. بصفة عامة هناك الـ XML، وهي لغة الترميز الأكثر شيوعاً، التي تستعمل لصياغة قواعد بيانات الويب الدلالي باستعمال نظام الـ RDF. لكن هناك قواعد أخرى أسهل للقراءة من طرف المستخدمين، مثل تيرتل، مثل NT، التي ظهرت فيما بعد وهي مستعملة أيضا. هنالك مثل SQL في قواعد البيانات العلائقية، هنالك نظام استعلام آخر وهو مستوحى من SQL أو SQL، وهو سباركل، وهو لغة استعلام لاستخراج البيانات من الأنظمة المستندة إلى RDF، المستندة إلى RDF. علاوة على هذا كله، هناك ما يسمى بالـ URI. الـ URI هو المعرف التي يستخدم لتحديد الموارد أو العناصر بشكل فريد عبر الشبكات. يعني كل عنصر، هناك صفحة موجودة في الإنترنت تكون تستعمل فورمة RDF XML، ونحن لتعريف بها نستعمل الـ URI، وهو يشبه الـ URL، يعني موقع العنصر في الشبكة العنكبوتية، مثلا في الـ World Wide Web، أو في السيرفر إذا كنت تخدم بشكل يعني لوكال، يعني في سيرفر، في برايفت سيرفر، إلى آخره. وهناك نظام اليونيكود الذي يستعمل لكتابة الـ URI، وهو يمكن من كتابة الـ URI بلغات متعددة. يعني يمكن أن تكتب الـ URI ويكون العنصر مثلا مكتوب اسمه باللغة العربية، فيمكن استعمال اليونيكود للـ definition of the URI، لكتابة الـ URI، بحيث يمكننا أن نكتب الـ URI باستعمال أي نوع من الحروف، أي نوع من الأبجديات إلى آخره. نمر إذن بعد التعريف على الويب الدلالي، نمر إذن إلى موضوع الجلسة، وهو ويكي بيانات. ويكي بيانات هي قاعدة بيانات ويب دلالي، يعني هي بالضبط ما قمنا بتفسيره من قبل، وهي قاعدة بيانات مهيكلة ومفتوحة ومتعددة اللغات، متاحة عبر موقع wikidata.org. تنظم المعلومات حسب الصيغة الثلاثي: عنصر، خاصية، مفعول به. المفعول به بإمكانه أن يكون عنصر، وبذلك يكون بيان علائقيا، أو قيمة، عددا، رابطا خارجيا، معرفا، نصا. المهم ليس عنصرا، ويكون بذلك البيان غير علائقي، مثل ما ترون هنا: عنصر، خاصية، مفعول به. تجدر إشارة إلى أن ويكي بيانات
هي منشورة تحت المشيع الإبداعي ورخصة CC0 التي تمكن المستعملين من إعادة استعمال ويكي بيانات حتى من دون إشارة إلى أنه تم استخراجه من ويكي بيانات بدون أي عائق قانوني أو عائق ملكية فكرية. نمر إذن إلى تعريف تركيبة العنصر في ويكي بيانات. في الحقيقة العنصر لا يتم تعريفه على حسب اللغة، إنما لديه معرف وحيد يتم استعماله. يعني هنا معرف وحيد Q42 يبدأ بQ ثم رقم، ثم يتم إضافة الأسامي والأوصاف والأسماء المستعارة لهذا العنصر بالذات. يعني هو عنصر language independent، غير مرتبط باللغات. يتم إعادة هذه الأوصاف والأسماء والأسماء المستعارة بكل اللغات إلى نفس العنصر باستعمال هناك خاصية RDFS label لإضافة التسمية، الوصف schema description، والأسماء المستعارة خاصية scores at label. ثم بعد إضافة الأسماء والأوصاف والأسماء المستعارة بعديد اللغات هناك البيانات. في الحقيقة البيانات تعتمد على خاصية ثلاثي، حيث يكون العنصر أو الصفحة إن قلنا إن كان بإمكاننا أن نقول ذلك، هي الفعل، هي العنصر الرئيسي يعني، والخاصية تكون الصفحة تبدأ ببي ثم رقم، وهي تمثل نوع البيان، وقيمة قد تكون عنصرا وتكون بذلك يكون البيان علائقيا أو شيئا آخر فيكون البيان غير علائقي. أحيانا قد لا يكون تعريف البيان في صيغة ثلاثي كافيا، فنضيف بيانا تحت البيان يكون فيه البيان الأصلي أو البيان الرئيسي هو الفعل، حتى يتم تبيان البيان بصفة دقيقة. تسمى هذه الإضافات بالتصفيات، حيث يكون مثلا دوغلاس أدامز تعلم في كلية سانت جونز هذا الفعل، ثم هناك خاصية تاريخ الانتهاء 1974، يعني هذا تاريخ التخرج. كذلك بما أن المشروع تابع لمنظمة ويكيميديا مثل ويكيبيديا، فكل بيان يكون مرفقا بمرجع مفتوح، ويكون وصف المرجع المفتوح في صيغة ثلاثي أيضا، حيث يكون الفاعل هو البيان نفسه مثل ما ترون هنا. أحيانا يكون المفعول به كما قلنا القيمة هي معرف خارجي، وأحيانا يكون للعنصر وصلات خارجية تربطه بمشاريع ويكيميديا الأخرى كويكيبيديا مثلا. علاوة على ما قلناه بخصوص العناصر، هنالك أيضا بيانات معجمية في ويكي بيانات، وهي نسخة مهيكلة من مشروع ويكي قاموس. هنا نلاحظ عنصرا عنصر ليكسيم، عنصرا معجميا في ويكي بيانات. نلاحظ أن هناك المعرف الذي يبدأ بال ثم رقم، ثم الاسم واللغة الذي يوجد فيها هذه الوحدة المعجمية، ثم تصنيف المعجمي،
فبعض المعاني وكلها في صيغة ثلاثي، فالمرادف في صيغة ثلاثي، وبعض البيانات مثل نموذج من أفعال شاذة، مثال الاستخدام، معرفات خارجية في بعض القواميس، بعض الصيغ النحوية إلى آخره. بالنسبة لطبيعة العناصر في ويكيبيانات، فمثل ويكيبيديا، ويكيبيانات هو عبارة على قاعدة بيانات متعددة الاختصاصات، فنجد العديد من أنواع العناصر التي يتم أخذها بعين الاعتبار في ويكيبيانات، مثلا إنسان، الأصنوفة، هذه في البيولوجيا خصوصا، التقسيم الإداري، الهيكل المعماري، حدث، مركب كيميائي، فيلم، مقالة علمية إلى آخره. قد تتساءلون على أهمية ويكي بيانات بالنسبة لمبرمجين أمثالكم، فحقيقة يعد ويكي بيانات مصدرا غنيا لبيانات مهيكلة، حيث توفر معلومات مهيكلة حول ملايين العناصر، مما يجعلها مصدرا قويا للبيانات التي يمكن استخدامها في التطبيقات المختلفة. هذه البيانات متاحة بشكل مفتوح، مما يسمح بالمبرمجين باستخدامها بدون قيود. إمكانية الربط مع قواعد بيانات أخرى، يمكن للمبرمجين استخدام ويكي بيانات لربط قواعد البيانات المختلفة بعضها ببعض. على سبيل المثال، يمكن استخدام معرفات ويكي بيانات الـ QID لربط البيانات من مصادر مختلفة، مما يسهل دمج وتوحيد البيانات عبر مشاريع مختلفة. تسهيل الوصول إلى البيانات الدولية، بما أن ويكي بيانات تدعم العديد من اللغات، يمكن للمبرمجين الوصول إلى بيانات بلغات متعددة وتطوير تطبيقات تدعم مستخدمين من مختلف أنحاء العالم. كما أن ويكي بيانات يمكن أن تدعم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث أن ويكي بيانات تعد مصدرا قيما لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، خصوصا جراف نيورال نيتوركس. يمكن استخدام البيانات المهيكلة لتحسين أداء هذه النماذج في مهام مثل تصنيف البيانات، الترجمة الآلية، وحتى البحث عن المعلومات. يمكن بيانات أيضا أن تدعم التطبيقات القائمة على الاستعلامات الدليلية، حيث يمكن للمبرمجين استخدام سباركل، وهو لغة استعمال قوية مخصصة للبيانات الدليلية، للوصول إلى بيانات في ويكي بيانات وتنفيذ استعلامات معقدة لتوليد رؤى مفيدة. كما أن ويكي بيانات يمكن أن تتكامل مع أدوات الويب، بما أن ويكي بيانات يمكن أن تتكامل بسهولة مع العديد من واجهات برمجة التطبيقات الـ APIs وأطر العمل Frameworks، مما يسهل بناء تطبيقات ويب متعددة معتمدة على البيانات المهيكلة. الآن بعد أن عرفنا أهمية ويكي بيانات بالنسبة لمستعملي ويكيبيديا وكمصدر، نمر إذن لتفسير كيفية تحرير ويكي بيانات بالنسبة للمبتدئين. فحقيقة هنالك 6 خطوات مهمة لتحرير ويكي بيانات. أولها إنشاء حساب مستخدم، ضبط إعدادات اللغة، معرفة نموذج البيانات، إنشاء عنصر، تعديل عنصر، وإضافة أدوات التعديل. سوف نفسر كل واحدة من هذه الخطوات خلال هذا العرض. نبدأ إذن بإنشاء حساب مستخدم. إذا كنتم من محرري ويكيبيديا أو ويكي مصدر، يمكنكم استعمال نفس الحساب لتحرير ويكي بيانات، فقط عليكم تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا لم يكن لكم حساب مستخدم، يمكنكم إنشاء حساب مستخدم كما ترون هنا. الأمر بسيط ولا يتطلب أكثر من بضعة ثواني. بالنسبة لإعدادات اللغة، يمكنكم بعد تسجيل الدخول اختيار اللغة عبر
هذا الضغط هنا، واختيار اللغة إلى العربية، ثم تغير اللغة إلى العربية بكل سهولة. يمكنكم أيضا ضبط إعداد اللغة في صفحة نقاشكم على ميتا وموقع ميتا، والضبط باستعمال بابل مثل ما ترون هنا، وضبط اللغة هنا. اللغة رمز اللغة بدون رقم يمثل المستوى المحترف، لا ليس محترف بل مستوى اللغة الأم للمستخدم، المستوى الخامس هو المستوى الاحترافي، المستوى الرابع هو مستوى شبه الاحترافي، ثلاثة متقدم، اثنين المتوسط، واحد للمبتدئ، وصفر يعني لا يجيد اللغة. يمكنكم أن تفعلوا مثل هذا هكذا، ثم تنشروا التغييرات. يمكنكم أن تكتبوها في بداية الصفحة أو في آخر الصفحة كما تريدون، ثم تنشرون التغييرات بعد اختيار اللغات المناسبة لكم. بالنسبة لمعرفة نموذج البيانات، إذا أردتم إنشاء أو تعديل عنصر، وجب عليكم أن تعرفوا كيف يكتب هذا العنصر في ويكيبيانات. هناك العديد من المشاريع ويكي في ويكيبيانات، يمكنكم الدخول إلى المشروع وبحث المشروع ذو العلاقة بالعنصر، ثم البحث على ما يسمى بالديتا موديل، نموذج البيانات. وهنا سوف يقول لك ما هي البيانات المطلوبة، ما هي المعرفات المطلوبة، وبذلك تعرفون كيفية تحرير العنصر. هذا نموذج البيانات، هنالك من قام بإنشاء ما يسمى بالانتيتي سكيما، وهو نفس الشيء يعني، لكنها نسخة من نموذج المعلومات يمكن قراءتها آليا عن طريق الحاسوب، ولكنها تقوم بنفس الوظيفة مثل هذه. الفرق الوحيد أنها تمكن من تثبت من توافق بين نموذج المعطيات والبيانات عنصر معين بشكل آلي فقط. تستعمل هذه الصفحات التي تبدأ بإي ثم رقم، والتي تسمى Entity Schema. تستعمل لغة اسمها شيكس للقيام بتعريف نموذج البيانات بصفة تمكن الحاسوب من استعماله فيما بعد. هنا هنالك صفحات، هنالك قالب يمكن من الولوج لنماذج بيانات متعلقة بموضوع معين. يمكن استغلال هذا القالب، البحث عنه واستغلاله للبحث بصفة فورية ودون الاحتياج إلى البحث مطولا إلى أهم نماذج البيانات التي يجب استعمالها في تحرير عنصر معين. من الطرق الأخرى لمعرفة نموذج البيانات هو البحث عن كيفية استعمال خاصية. كما قلت من قبل، الخاصيات لديها صفحات، يمكن الولوج إلى هذه الصفحات والبحث على أمثلة الاستعمال ومحددات الخاصية، ما هي خاصية، محدد نطاق الخاصية يعني ما هو المفعول به الذي يجب أن نقوم بإضافته، ما هو
الفعل، العنصر الفعل الذي يجب علينا أن نستعمله مع هذه الخاصية إلى آخره من المعطيات الأخرى المهمة. لمعرفة نموذج البيانات مثلا بالنسبة لعالم أو مؤلف أو كتاب أو أي نوع من نوعيات البيانات، يمكنكم أيضا الولوج إلى صفحة عنصر مشهور، مثلا مؤلف مشهور، كتاب مشهور، ورؤية كيف تمت صياغة البيانات المتعلقة بهذا العنصر وتقليدها فقط يعني. وبذلك يمكنكم معرفة كيف تقومون بإنشاء وتعديل عنصر معين. أولا نبدأ بعد معرفة النموذج، نبدأ بإنشاء العنصر. إنشاء العنصر أمر بسيط، هو فقط عليكم الضغط على إنشاء عنصر جديد، ثم كتابة اللغة والتسمية والوصف والأسماء المستعارة مفصولة بشريطة عمودية ما يعني بايب، ثم إنشاؤها. تجدون صفحة مثل هذه، يكتب اسم العنصر ووصفه إلى آخره. تبدأون بإضافة بيان عبر الضغط على إضافة بيان. تجدون شيئا مثل هذا الصندوق، تكتبون الخاصية وتختارونها وتقومون بالضغط عليها، فيظهر اسم النموذج في إطار أخضر، وهو ما يدل أن العنصر صحيح، أن الخاصية صحيحة. ثم تكتبون المفعول به، سواء كان عنصرا آخر أو قيمة معينة أو نصا إلى آخره. المهم في الأمر أنكم دائما يجب أن تبدأوا ببيان طبيعة العنصر باستخدام النموذج من، وهي ما تبين ما هو نوع هذا العنصر وإلى ما يرمز، شخص، آلة، كتاب، نسخة من كتاب إلى آخره، مجموعة بشرية. فدائما يجب أن نبدأ ب P31 وهو النموذج من، ثم نسترسل في بيان المعطيات الأخرى حسب نموذج البيانات الذي قمنا بتبيانه من قبل. بالطبع نستطيع أن نستعمل نفس الطريقة لإضافة المعطيات المعرفات الخارجية والبيانات الأخرى. هنا قمنا بإنشاء النموذج، ثم ضغطنا على أضف مرجعاً، أضفنا المرجع بصيغة ثلاثي، وصلة المرجع، ثم كتبنا الوصلة، ثم ضغطنا على أنشر، فأصبح لدينا عنصر بمصدره، وضغطنا على النشر. هنا أضفنا العنصر في مواقع أخرى. العنصر لديه صفحة على ميتا، فقمنا بالضغط على عدل، ثم كتبنا ميتا، ثم كتبنا اسم المشروع، اسم صفحة العنصر في ميتا، ثم نشرنا ميتا. نفس الطريقة يمكن استعمالها لإضافة صفحة ويكيبيديا، ويكي مصدر، إلى آخره. أحيانا كما قلنا من قبل يجب إضافة تصفيات لتبيان البيان الذي قمنا بإضافته بصفة دقيقة. مثلا هنا لدينا مجموعة بشرية، لكنها مجموعة بشرية من ويكيبيديين، فقمنا بالتعديل،
ثم إضافة تصفية، ثم كتبنا عن ويكيميدي وقمنا بنشر، وبذلك عرفنا أنها مجموعة بشرية متكونة من ويكيميدي. بالنسبة لتعديل الأسماء والأوصاف والأسماء المستعارة، هناك صندوق يظهر في أول صفحة، هو هذا الصندوق بلغات أخرى، تضغط على اللغات الأخرى يظهر الصندوق، ثم كتابة عدد. الترتيب الذي تظهر به اللغات هو الذي هو نفس الترتيب الذي استعملناه في قالب بابل على صفحة ميتا. فإذا قمت بصفحة ميتا فتجد اللغات التي تهمك أولا واللغات الأخرى فيما بعد. إذا لم تقم بصفحة بابل فستجد اللغة الإنجليزية الأولى إلى آخره، حسب أهمية اللغات في مشروع ويكي بيانات. المهم تكتب عدل، بكل بساطة تدخل معطيات باللغة الإنجليزية بصفة عادية جدا، ثم تضغط على أنشر. بالنسبة لإضافة أدوات التعديل الآلي، أحيانا نكون أمام وضعية معينة نكون فيها في حاجة إلى تعديل أمر بصفة آلية. مثلا في هذا المثال هنالك مرجع في نموذج معين ونريد استعمال نفس المرجع لتبيان بيان ثاني أو معطى ثاني. عادة ما تكون هذه الوضعيات شائعة، وهنا لا بديل من استعمال أدوات التعديل الآلي من أجل الخروج من هذه المآزق. هنا يمكنكم الذهاب إلى تفضيلات ثم إضافات ثم البحث إذا كان هنالك أداة معينة يمكن إضافتها لويكي بيانات وتمكنكم من القيام بالأمر. تجدون إن قمتم بالبحث تكرار المراجع، وهي تضيف وصلة لنسخ المراجع ولنسخ المراجع وإضافتها إلى بيانات أخرى على نفس البند، ثم يمكنكم حفظ هذه الإضافة، وبذلك يمكنكم الأمر من إضافة أداة لنسخ مرجع وإضافته. مثلا هنا قمنا باستعمال الأمر، عندما قمنا بالضغط وإضافة هذه الأداة هناك هذا الرابط انسخ، تم إضافته ولم يكن موجودا من قبل، نجده هنا، وبمجرد الضغط عليه تمكنا من إدراج المرجع في كمصدر للبيان الثاني. ليس دائما الأمر هين مثل هذه الوضعية، أحيانا قد لا نجد ما نريده في التفضيلات، ولكن بعض المستخدمين قد يطورون أدوات باستعمال جافا سكريبت وينشرونها كصفحة فرعية لصفحتهم الشخصية في ويكي بيانات، مثلا user tpt-vf.js، وهي أداة لاستخراج المعرفات الخارجية المؤلف في VF وإضافتها آليا لويكي بيانات. مثل هذه الأدوات يمكن إضافتها عبر إضافة سطر إلى specialmypage.common.js في ويكي بيانات، وبذلك يمكنكم استعمالها كما لو كنتم قد اخترتها في التفضيلات. مثلا هنا مثال على كيف أضفت أداة tpt/vf.js. قمت بالدخول إلى user cscisc وهو المعرف الخاص بي /common.js
وقمت بإضافة هذا السطر وبينت أن الأداة التي أريد إضافتها هي الأداة التي قام المستخدم TPT بإنشائها، وهذا كل ما في الأمر. ثم من بعد تجدون أنكم يمكنكم استعمال هذه الأداة بكل سهولة واستعمالها لتعديل أو إضافة روابط خارجية أو معرفات خارجية إلى عنصر ويكي بيانات معين. هذا كل شيء. شكرا لكم لمتابعة هذه الجلسة الأولى التقديمية لأيام ويكي بيانات العربية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الجلسة، وأنا على أتم الاستعداد للإجابة على كل أسئلتكم ولتجربة ما بيناه في هذا العرض السريع معكم، حتى تتمكنوا من القيام بكل ما قمنا بشرحه خلال هذه الجلسة. شكرا لكم.